كلنا شاهدنا المقاطع لإحدى المدارس البنات الثانوية، رقص وهز وتركة فوق السيارة كأنها حفلة، ويقولون محتفلين على أساس انتهاء الامتحانات. هذه أول شيء خيبة ودليل على أن كره الطلبة للتعليم وفشل التعليم في الكويت. هذه واحد. اثنين، هذه مو أخلاقيات بنات. من متى كانوا البنات يرقصون على السيارات؟ متى كنا نشوف الحفلات برا المدارس؟ والله العظيم ما جرى عيب، ويجب أن تدرس هذه الحالة والصور والفيديوهات اللي شفناها. أقول عيب عيب، وعلى وزير التربية مو التحقيق، لا، دراسة هذه الظاهرة حتى لا تنتشر في الكويت وتصير فضيحتنا بقلاقل. احنا للأسف هناك أمور فيها كثيرة قاعد ننزل، لكن لنحافظ على أخلاقيات مجتمعنا. اللي أقدر أقوله عيب اللي صار. شفتوا التقارير؟ ايش رايكم؟ مو عيب؟ وظاهرة تستحق ندرسها؟ فعلا عيب.